التمرين في رمضان بيبقى بعد الفطار بساعتين افضل حاجه، لانك قبل الفطار بيبقى الجسم مجهد. الناس طبعا الصيام زي ما انتوا عارفين بيبقى انت طبعا مش نايم كويس، معظم الناس اكلها مش مظبوط في رمضان، فبيجي قبل التمرين ما بينزل يقدر ما بينزل يتمرن ما بيقدرش يؤدي بالشكل المطلوب، بيحصل عمليه ان انت ما فيش يعني قدره جسمانيه ان انت تقدر تشيل حاجه، فبيفضل بعد الفطار بساعتين ان انت بتكسر صيامك، بتاكل حاجه خفيفه، بتاكل حاجه تديك باور ان انت تقدر تنزل تتمرن، بتاكل شويه رز، بتاكل حته بروتين، بتاكل مثلا شويه سلطه، وبعد كده بتنزل بعد الفطار بساعتين تبدا تتمرن. الموضوع بيبقى افضل من ان انت تتمرن قبل الفطار، لان الجسم بيبقى دخله مثلا نسبه كارب تديك طاقه، بتاكل سلطه، بتاكل سكريات، الحاجات دي بتعرف تخليك تتمرن بشكل افضل. لكن قبل الفطار طبعا الجسم انت صايم اكتر من 12 ساعه، فخلاص الجسم ما فيهوش اي حاجه تديك طاقه ان انت تقدر تتمرن، فيفضل بعد التمرين بعد الفطار بساعتين، ده افضل وقت للتمرين. لو بعد الفطار الموضوع صعب بالنسبه لك، عندك شغل مش هتقدر تنزل تتمرن، ممكن تنزل قبل الفطار، بس طبعا هيكون المجهود اقل شويه. يعني انت مثلا بتبقى نازل تتمرن بعد الفطار بيبقى الموضوع احسن شويه، لكن قبل الفطار انت ممكن تنزل بتلعب الحاجات المناسبه ليك، الحاجات اللي انت تقدر تلعبها، لانك في الوقت دوت بيبقى جسمك ما يعني ما فيهوش مثلا كارب يديك طاقه، ما فيهوش ما مش واكل كويس، مش نايم كويس، فبيبقى تمرين بس ان انت ايه تعدل ان انت احسن من انت ما تنزلش بعد الفطار، انت احسن ما تنزلش خالص، فبتنزل قبل الفطار تلعب تمارين معينه باوزان اقل، مجهود اقل، ان انت ما تصعبش الدنيا على نفسك، وفي نفس الوقت تقدر تتمرن.